شاء الله اليوم كنا على استعداد هذا المهرجان لدعم سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، على دعمه هذا المهرجان وهذا الحفل الكبير وهذا الجمع اللي تواسدوا عندنا من دول مجلس التعاون ومن خارج مجلس التعاون ومن دولة الإمارات اللي تواسدوا في هذا اليوم الحفل الكبير وهذا المهرجان. والحمد لله احنا متوفقين في هذا المهرجان، ما دام عندنا يد الحاكم صراحة كل شيء يكون سلس وكل شيء الحمد لله بصورة جيدة وكل شيء ماشي. فأنا صراحة اليوم عندنا نحن بدينا في الأول الأشواط، هذا اليوم بدينا إن شاء الله صباحا في 30 شوط سن الحجايج، والمساء إن شاء الله يكون 10 أشواط، 10 أشواط فيها رموز، فكذا كل يوم المساء إن شاء الله يكون الرموز المساء. عندنا 126 شوط الأكمل الأشواط كلها، هذه لمدة 5 أيام 126 شوط، فهي مقسمات على الأيام، هذه مقسمة على 5 أيام إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله الخير والناموس حق الأخوة، ونبارك لهم إن شاء الله اللي سبق واللي إن شاء الله أنا بيسبق في الأيام المقبلة.